متى أتوقف عن التعلم؟ فكروا بهذا السؤال قليلا، متى مطلوب الإنسان يتوقف عن التعلم؟ أنا حقيقة هذا واحد من الأسئلة اللي فكرت فيها، ووجدت الإجابة في قصة للعلماء الذين درست تاريخهم. في أحد العلماء عالم كبير كان على فراش الموت، بينما كان يحتضر زاره عالم آخر، فالعالم اللي كان يحتضر على فراش الموت سأل العالم الآخر سؤال فقهي، فالعالم الآخر استغرب، قال وأنت على هذا الحال، أنت خلاص راح تموت تسأل، يعني هذا العلم لن تدرسه، لن تعمل به، فلماذا قاعد تتعلمه؟ فقال كلمة عرفت منها الإجابة على هذا السؤال، متى أتوقف عن التعلم؟ فلما سأله قال وأنت على هذا الحال ما زلت تسأل لتتعلم؟ فقال لئن أموت وأنا أعلمها خير من أن أموت وأنا أجهلها. متى نتوقف عن التعلم؟ عند ذهاب الروح، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع المحبرة إلى المقبرة. لا تتوقفوا أبدا عن التعلم.